بيكم معانا حلقه جديده من عيش وملح. معاكم توته مراد، وان شاء الله هنعمل النهارده وصفات سهله جدا وسريعه واكيد بسيطه. هنعمل ايه بقى النهارده؟ اليوم بتاعنا سي فود. نروح اي مطعم كده ونشوف المنيو في كام يعني نوع او كام اكله لازم نطلبه، يعني مش مجال ان احنا نفكر طب اطلبه لا ما اطلبوش. فاحنا هنعمل النهارده ثلاث وصفات لمنيو الاسماك او للاكلات اللي بتحبوها في محلات السمك. اول وصفه معانا ايه؟ معانا رز احمر. الرز الاحمر ده في ناس تعمل رز صيدلي هو بالبصل، ممكن نعمل رز الاحمر ده بيبقى خطير وبيمشي مع اي نوع او طريقه طبخ للسمك، طعمه حلو جدا وبسيط مش هياخد وقت مننا. وهعمله بقى المختلف برز بسمتي. لو عايزين نعمله برز مصري عادي ما عنديش اي مشكله، واقول لكم تعملوه ازاي بالرز المصري واحنا شغالين. طيب تعالوا كده نسمي بالله ونشوف المقادير. معانا 4 كوبايات من الرز البسمتي مغسول ومنقوع نص ساعه في شويه ميه دافيه عشان بس ايه ما ياخدش معانا مده سوى. شويه خضار، معانا بصل مفروم، طماطم مقطعه كده مكعبات صغننه، معانا كمان فلفل رومي، قرن فلفل حامي اختياري مش اساسي في الوصفه، معانا كمان ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا اختياري مش اساسي، وزيت وميه مغليه وشويه صلصه، وانا عندي مرقه. المرقه دي اعتقد واتوقع بتاعه الوصفه اللي بعدها فهنتوا اعتبروها مش موجوده اهي. بس كده الصلصه اللي عندي انا هزودها شويه، يعني خدنا ايه شويه صلصه كمان عشان بس يبقى لونه متحمر كده. طيب هنعمل ايه اول حاجه؟ مقادير قدامكم اهي على الشاشه، صوروها على مهلكم على ما انا احط الزيت على النار. يلا بينا بسم الله. شويه زيت محترمين بقى، حبه زيت حلوين كده عشان الرز بتاعي يطلع مفلفل ولونه حلو. هناخد البصل واخد احط التوابل دلوقتي عشان اتحكم بس في لون البصل اشوف اخبارها ايه. بسم الله كده. انا هنا مش هعمله رز صياديه، مش هعمله الرز اللي هو ببصله، فانا مش هتك برده على البصل قوي، هديها تشويحه بس مش هغمقها. عايزين تغمقوها والله هتطلع برده خطيره، بس انا مش هغمقها انجازا للوقت لان تحمير البصله بياخد له مش اقل من 7 دقائق 10 دقائق لحد ما تتشوح معايا. انتي اهو نديها شويه ملح كده نساعدها تتحمر على طول، ومش هحط التوابل دلوقتي، نفضل نشوح فيها. يعني اول مثلا ما تبقى واخده اول درجه، شايفين اللي هو ابتدت تغير لونها درجه كده بسيطه، بنروح عاملين ايه؟ بنروح نازلين بالفلفل الرومي، انا مش هنزل بالكميه كلها، ونازلين كمان بالفلفل الحامي بيبقى خطير بيبقى مشطشط كده وجميل، وبالطماطم. ونقلب بقى الكلام الحلو ده كله. انا الخلطه دي مش بسبكها كتسبيك، بس بشوحها كويس قوي واديها الطماطم والمرقه حبه صغيرين الاول، وبعدين ببتدي ان انا اسيبها تتسبك وتعزل عندي الماده الدهنيه على الوش، واروح مكمله بعديها باقي مقدار الميه واروح حاطه الرز. فالرز بيطلع اولا لونه غامق، بيطلع الخضار فيه متشوح كويس، ما تحسوش وانتوا بتاكلوا ان الرز الخضار فيه ني او واخد تشويحتين كده خلاص، لا الرز بيطلع متحمر لونه حلو وبيطلع الخضار فيه متشوح مظبوط، بتطلع طعم الطماطم فيه متسبكه، فبقى النتيجه النهائيه تحفه. فيعني شوحوا فيه براحتكم، ما عنديش مشكله ان الخضار يدبل عادي، لما كله بيستوي مع بعض بيبقى طعمه حكايه. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هناخد الكمون. يا اميره ازيك؟ طيب ارجعي كلمينا تاني يا مرمر. كمون وكزبره بابريكا، واحنا حطينا شويه ملح في الاول مع تشويح البصلايه، هزود الملح وشويه فلفل اسود. الله بقى على الريحه. يعني انا بالنسبه لي ممكن اعمل الرز ده جنب سمك مقلي، سمك سنجاري، بوري مشوي برده مثلا، او زيت وليمون، صينيه سمك بشرايح ليمون كده وعودين روزماري وشويه توابل بسيطه تبقى حكايه. اهو عايز اقول لكم الريحه تحفه كده. ناقص بس انتوا عارفين اعمل اول ايه؟ الوصفه دي ناقصها ايه؟ ناقصها شويه شبت. فيعني هسال حبايبي كده لو عندهم شويه شبت تبقى ايه؟ او خضره عموما، بقدونس، كزبره، تدي طعم حلو جدا، بحطها في الاخر ما بحطهاش دلوقتي.
لو انا عايزه احط خضره بحطها في الاخر خالص، يعني مثلا الرز فاضل له 3 دقايق 4 دقايق واقفل عليه، بروح شايله الغطا وحاطه الخضره بتاعتي واقلب كويس بشوكه مثلا كبيره وغطي واسيبه بقى خلاص 5 دقايق وبقفل عليه، بتبقى خطيره وبيبقى لونها مزعزع مش بتسود وبيطلع طعمها حلو جدا عن لو حطيتها في الاول، لو حطيتها هنا تسود. طيب بصوا بقى كده، لو تاخدوا نصيحتي انا بالنسبه لي دي فاضلها لسه شويه على اضافه خطوه صلصه الطماطم، فانا مضطره بس انتوا في البيت لا تكوا عليها شويه في التشويح. هنعمل كده، نحط بقى الصلصه، ناخد بقيه الصلصه كده اللي هنا، 4 معالق كبار من صلصه الطماطم، ريحه الكمون بقى مع الكزبره مع شويه قرن الفلفل الحامي اللي بيدي طعم حكايه، ده تحسوا ان انتوا بتاكلوا طبق رز معمول بمزاج، مش طبق رز كده وخلاص، لا طبق رز تاكلوه مش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي. شوحنا كده الصلصه كويس، بقت عندي بالشكل الحلو ده. طب احنا ممكن نعمل نفس الكلام بالظبط من غير صلصه خالص، يعني اعمله بالخضار، اشوح البصل والطماطم والكلام ده كله وما احطش الصلصه لو انتوا مش حابين الرز يبقى احمر. طيب لو انا هعمله انا هعمله برز بسمتي، لو انتوا عايزين تعملوه برز المصري هشوح الرز الاول في الحله وبقى اشوحه كويس جدا، يعني اللي هو خلاص بقى سمع صوت حبات الرز بتشكل لجوه في الحله، هروح شايلاه على جنب في بوله واروح عامله الخطوه دي بالتفاصيل بكل حاجه، واروح بعد كده منزله الميه تغلي غلوتين واحط الرز، لكن مش هعمل العمله دي، انا هعمل ده دلوقتي ان ده رز بسمتي هيتحمل ده. الرز المصري لو نزلت بيه كده هنا على طول وهو مش متحمر هيعجن مننا، واحنا اكيد مش عايزين ده. طيب تعالوا كمان نشوف هنعمل ايه دلوقتي، شويه ميه، عارفين اللي هو غلوه التانية. الله خلاص، يعني انا مثلا سيبها دقيقتين ولا حاجه مش اكتر من كده، ونروح حاطين باقي مقدار الميه. انا عندي هنا الرز البسمتي مغسول ومنقوع نص ساعه، فهتعامل معاه كل كوبايه رز هتاخد كوبايه من المرقه مش اكتر من كده، يعني هحط ده وهشوف الدنيا رايحه لفين. ادي الرز، اول ما المرقه او الميه اللي احنا عاملينها دي تغلي بروح نازله باقي المقادير على طول بتاعه الرز وخلاص كده، نشيل ده. ونقلب بقى الحاجات الحلوه دي مع بعض، هيحتاج ميه طبعا. اهو بس هتاكد ان الرز كله فك، بص بقى لون المرقه حلو ازاي، شويه الفلفل مع شويه البصل الحلوين اللي اتشوحوا في الاول، نزود ميه كمان بس كده، يبقى عندي كيلو رز اخد لتر من الميه المغليه. والله بقى عندنا مرقه اللي هي بتاعت لو انا مثلا عندي الروس الجمبري او قشر الجمبري، عندي الروس بتاعت السمك ممكن اعمل منها مرقه خطيره، وتبقى عندي الرز متشرب بمرقه السمك او الجمبري تبقى تحفه وريحته تبقى قلبه الدنيا. هغطيه هسيبه كده بس نظبطه واسيبه يغلي على النار، نفس فكره بقى الرز العادي، اول ما يبتدي يغلي كويس الاقي ان هو خرم كده من على الوش خلاص بهدي النار خالص واسيبه بقى يستوي براحته، وفي الاخر بقى ممكن نحط الخضره لو لقيت شويه خضره كده نحطهم قبل ما نقفل عليه على طول. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع ونرجع لكم على طول من تاني، استنوني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غلطتش عليكم، سايبه الرز لسه يتشرب على النار، لسه الميه بتاعته محتاجه تقل شويه، نقلته بس على العين الثانيه وهديت شويه عشان يتشرب على مهله، على اخر حلقه ان شاء الله نقدمه. طبعا ممكن تحطوا في الرز ده جمبري، ممكن تحطوا كالماري، ممكن نحط كابوريا صوابع اللي هي السوريمي، تحطوا اي حاجه بقى. انا بالنسبه لي بصراحه مش محتاجه اي اضافات عشان انا اكيد هعمل جنبه شويه سي فود، مش حاطين سي فود بره سي فود جوه، فالموضوع يبقى مكلف علينا فنستثقل ان احنا نعمل اكله سمك في البيت. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ماني مدلعكم النهارده بقى سي فود، هنعمل طاجن سي فود بالكريمه. دي اول حاجه انا بالنسبه لي هقول لكم، انا كتوته يعني لما بروح اكل مثلا اكله سمك
اكتر حاجتين بحبهم جدا جدا هو طاجن السي فود بالكريمه وطاجن ملوخيه بالجمبري. فاحنا هنعمل طاجن السي فود بالكريمه ونعمل كمان شويه ملوخيه كده بالجمبري بالطشه تستاهل بقكم. هنبتدي بطاجن السي فود. معايا السي فود مشكل اي وزن بقى، عايزين تجيبوه مثلا 200 جرام من كل حاجه، عايزين تجيبوا كيس مشكل في السوبر ماركت في قسم اللي هي المجمدات، اكياس سي فود مشكل يعني يبقى فيها جندوفلي وفيها كالماري فيها صبيط فيها بكل حاجه بقى مشكله كده مع بعض، وسعرها بيبقى اقل شويه اكيد من الفريش، والله بتبقى خطيره وطعمها جميل. طيب معانا سي فود مشكل زي ما قلنا، بصله مبشوره بالميه بتاعتها ما صفتش الميه، معانا توم مفروم وعصير ليمون وروزماري فريش، وده اضافه اختياريه بيدي طعم حلو جدا وبيخلي فيه ريحه كده للطاجن مميزه، بس مش اساسي، ممكن لو انتم مش بتفضلوه استغنوا عنه. معلقتين كبار من الدقيق، كوبايتين من الحليب، نص كوبايه من الزبده، كتير شويه بس هي بتدي طعم حلو. انا عندي هستخدم حليب او لبن عشان في ناس يعني بيختلط عليها الامر، كنت قلت لكم الكلام ده في الحلقه اللي فاتت. طبعا لو الميزانيه تسمح هجيب كريمه مش هستخدم حليب، فانا مش عايزه اعلي برضو التكلفه عليكم، احنا هنجيب شويه سي فود فما بقاش كمان نشتري كريمه. فانا بالنسبه لي بحط شويه حليب مع الزبده والدقيق، والله بيديني برضو طعم حلو جدا. بس كده احنا قلنا الزبده خلاص، ما عنديش حاجه تانيه. عندي على النار بقى هنبتدي بايه، حط شويه زيت وننزل بالزبده، مش هنزل بيها كلها يمكن ما تحتاجش نص الكميه دي عشان السي فود عندي يعني ايه دايما النص كوبايه دي بعملها مثلا ل 800 جرام 900 جرام في الحدود دي. حطيت زيت وزبده، هنزل بالبصلة المفرومة مبشورة، واخد لي ايه ساتر اهو تشويحة كده حلوة مع رشة ملح رشة فلفل. انا مش عايزة اغمقها عشان ما تغمقليش لون الطاجن، فانا عايزاها برضو ايه يعني تتشوح كده حاجة بسيطة. هنزل بعديها بالتشكيلة الحلوة دي، وديهم تقليبه، وبعد كده هضيف الروزماري وهضيف كمان الثوم مع بعض. يعني انا شوحت مش عايزه اشوح الثوم الاول عشان ما يغمقش، ما احسش ان هو بقى متحروق كده ومش حلو، فانا بنزل بيه بعد ما اشوح الكلام ده. هدي رشه فلفل اسود كمان بس كده. طبعا ما بياخدش وقت خالص ولا بياخد مده تسويه كتيره، ممكن اصلا نعمل الوصفه من اولها لاخرها على البوتاجاز، بس انا بحب ادخله ياخد ايه يعني شويه شكشكه كده في الفرن. نبص برضو على الرز هنا ونجيب، كان عندي هنا شوكه كبيره موجوده ماشي مش موجوده، تعال نقلب ده ناخد كده دي، اوعى البوتاجاز يفصل مش مريحه في التقليب. دي تبقى اريح. بص بقى لون الرز حلو ازاي بعد مثلا ايه ما يتشرب، بس ممكن اديله تقليبه في البسماتي المصري، مش بقلبه بسرعه، ممكن اقلبه في الاخر خالص. بس لونه بقى ولا ريحته حكايه. بس كده سيبه بقى يكمل تسويه. نرجع هنا للطاجن المشكل، بس النار هديت قوي يعني، يعني عارفين هو ايه التشويحه والنار تبقى سخنه، الحاجه كانت ساقعه قوي فنزلت هدت النار شويه، بس تمام هنتعامل برضو. انا مش عايز طبعا هدخله الفرن، ممكن والله ما ادخلوش الفرن على حسب الغزاله بقى واحنا شغالين. فانا لو مش هدخله الفرن عادي ممكن اتك عليه شويه هنا، بس الفكره في ايه، احنا لما بناكل بره طاجن السي فود بالكريمه ده بنحس ان الحاجه مستويه سوى مظبوط، عارفين هو السوى اللي على الشعره، ما بيبقاش الموضوع سوى زياده. احنا اتفقنا قبل كده في حلقات كتير اي بحريات هتطبخها ما بتاخدش تسويه. لو تفتكروا عملنا من اسبوعين اعتقد كانت صينيه سمك بالبطاطس، ما كنتش عامله منها نسخه وكانت دخلت في اول حلقه، وعلى اخر الحلقه كانت طلعت كانت البطاطس مستويه ولحم السمك كان دايب يعني مش مستحمل، وكان في عصاره كده ما كانتش ناشفه. فاحنا لما بنيجي نعمل سمك في البيت، وعلى فكره انا كنت واحده من الناس ان انا لما بعمل سمك في البيت في حاجه ناقصه، عارفين اللي هو ماله ليه مش زي اللي باكله بره. طلع الزيتونه كلها في فكره التسويه، ان احنا بنحط السمك ونرميه في الفرن ونسيبه مثلا ساعه الا ربع،
فتحسه في الاخر ان السمك السوى بتاعه زياده، اللحم بتاعه ناشف مش طري كده وزي بره. فهي الفكره كلها في التسويه، فانا مش عايزين نتك على التسويه عشان يطلع معانا مظبوط. طيب في المرحله دي هعمل ايه بقى؟ هنزل سن الثوم، بصوا قد ايه، ما في صغنونه، وشويه الروزماري الفريش، ونقلبهم سوا. الله، ريحه الثوم بقى مع الروزماري الميكس ده بتبقى روعه. هي شغاله اهي بس مش عارفه نامت قوي. تقليبه كده حلوه، انا بالنسبه لي كده يعني ممكن بقى نكمل باقي الوصف. هعمل ايه؟ عندي الدقيق والحليب، انا عندي كوبايتين من الحليب، احط معلقه من الدقيق واشوف، لو حسيت انه محتاج تاني هزود. ادي اهي، وندي تقليبه واشوف. انا مش عايزاه يبقى تقيل بشاميل قوي، برضو عايزاه يبقى ليه صوص خفيف شويه. اول ما اشوح الدقيق نبتدي بقى ان احنا نضيف الحليب او الكريمه براحتكم بقى. ممكن نقسم المقدار للنص، يعني ممكن احط مثلا كوبايه من الكريمه مخليش المقدار كله حليب، او مخليش المقدار كله كريمه. ممكن احط لو عندي مثلا قشطه وش لبن، ممكن اخد معلقه من قشطه وش اللبن اضربها مع الحليب كويس جدا وانزل بيها هنا، هتبقى برده جميله. فانتوا بقى دي حسب غزالتكم، يعني انتوا حابين تحطوا ايه او ايه المتاح عندكم من غير ما نضطر نشتري حاجه. انا هنشتري شويه سي فود وخلاص وكفايه كده، مش هنشتري حاجه ثانيه. عايز اقول ملح بقى، نشوف الاخبار ايه، ولسه مغليش طبعا. تحفة. انا لما احط دي خطير، بس عايز ايه؟ شوية ملح، وندي سنة عصير ليمون، سنة بس كده، اللي هي ايه، على معلقة صغننة مثلا، او ممكن تحطوا بشر ليمون برضو. مش عارفة النار هديت قوي كده ليه، لا اشتغلت. ندي رشة فلفل اسود برضو مش كتيرة، بس كده. اول ما يغلي بقى يسيبه يغلي على النار، اول ما يغلي هدي عليه شويه، يا اما اول ما يغلي على طول ما سيبوش على النار، انقله في الطاجن وادخله. ممكن بقى تدلعوا الموضوع بايه زياده ويدي طعم جميل، شويه جبنه موتزاريلا على الوش هتبقى خطيره. ده انتوا لو حابين بقى، هم بره برضه ساعات بيحطوا كريمه، فانتوا لو اديتوا بيحطوا شويه موتزاريلا، لو انتوا عايزين شويه موتزاريلا كده على الوش هتبقى حكايه. بس كده ممكن نقول بقى مقادير الملوخيه، ولا ناخد فاصل وبعدين نرجع نقول؟ قولولي. طيب ماشي. طيب هسيب لسه الخلطه بتاعت السي فود بالكريمه على النار، لسه ما غليتش عشان بس اشوف محتاجه دي تاني ولا لا. تعالى نشوف بقى هنعمل ازاي ملوخيه بالجمبري زي ما بتاكلوها من بره. هنعمل مرقه من قشر الجمبري. احنا دلوقتي عندنا جمبري اهو، عملنا ايه في القشر؟ قشرناه وخدنا تشويحه على النار كويس جدا، وبعدين زودنا له جزر، تحطوا كرفس، تحطوا اللي انتوا عايزينه، وحطيت ميه وسبته بقى يغلي يعيش ويتعايش في الحله، مش هاجي جنبه لحد ما احس ان القشر بتاع الجمبري طلع كل الطعم اللي فيه، وبصفي وباخد المرقه. تمام، ده لو متاح عندكم. مش متاح، يا اما هعملها بميه يا اما هعملها بميه ومكعبات مرقه لو انتوا تحبوا. يعني هي هو لوحده اصلا بيبقى خطير، يعني مش محتاج ان انا اقول لكم لا او لازم نعمله بالمرقه بتاعت قشر الجمبري خالص. متاحه نعملها، مش متاحه خلاص هنستخدم ميه عاديه. تعالوا بقى نقول المقادير. قلنا عندنا المرقه، تمام خلاص دي اتفقنا عليها. معايا شويه جمبري مخلي حجم وسط مش كبير ومش صغير، معانا كمان ملوخيه، شوفوا بقى انت النوع اللي بتستخدموه، عايزين تجيبوها فريش ماشي حسب بقى المتاح عندكم. معانا 2 معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، زيت وسمنه، ولتر من المرقه. يبقى عندي انا هنا مثلا جايبه كيسين ملوخيه، تمام، هحط على كيسين الملوخيه دي لتر من المرقه، عشان في ناس بتبقى مش عارفه كيس الملوخيه بياخد قد ايه. كيس الملوخيه بياخد من كوبايتين لكوبايتين وربع اقصى حاجه، على حسب برضو القوام اللي انتوا بتحبوه. ازيك يا هدهد؟ ازيك يا عامله ايه يا روح؟ ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حضرتك، عامله ايه؟ بخير والله يا روحي، طول ما انتوا بخير. يا تسلمي لي، انا كلمت حضرتك على الماسنجر. حبيبتي انتي منوراني في اي مكان.
بنورك يا حبيبتي، انا كلمتك تاني مرة على فكرة. يا حبيبتي منوراني، يا رب دايما على طول بقى اسمع صوتك كده يا هدهد. حاضر. انا اسمي هدى على فكرة الحقيقي برضو. ما انا عارفة. أيوة. طبعا من بدري. حبيبتي منوراني يا روح قلبي. قولي لي يا هدهد عندك اي سؤال؟ لا انا كنت بسأل على حضرتك بس. يا روح يا رب يعني دايما اسمع صوتك كده في الخير والهنا، نورتيني يا هدهد. احنا اسمنا زي بعض، لازم احبك زيادة. طب هنعمل ايه بقى؟ غلي عندي او غليت الخليط يعني، واحنا حطينا معلقه كبيره من الدقيق. انا بالنسبه لي كده قوام ممتاز يعني. بصوا كده معايا الريحه يا جماعه مش طبيعيه. هتاكلوا هتاكلون في البيت اكله سمك ولا اجدعها مطعم. مش هياكلوا بره بقى خلاص، هتبقي دبست نفسك بس تمام، هتبقي مرضيه لان الحاجه بجد بتتعطف واوفر بكتير كتير كتير. فيعني ايه اعملها لهم في البيت. هاخد بقى الكلام ده كله في الطاجن. هو دخلوا الفرن يشكشك له يعني 5 دقايق 7 دقايق على درجة حرارة 180، مش اكتر من 10 دقايق اعتقد يعني. كده احنا قلنا مقادير الملوخيه، فاحنا هندخل ده دلوقتي الفرن ونرجع بعد الفاصل نعمل الملوخيه مع بعض بالجمبري بالطشه بقى، واطمن على الرز برده شوف اخباره ايه. نرجع لكم على طول، فاصل سريع ونرجع لكم، استنوا. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم، رجعت انا والحله. حطيت عملت ايه؟ ما رضيتش اشوح الجمبري من غيركم. جبت حله على النار، حطيت شويه زيت صغننين فسخنت قوي فبعتها على النار عشان الجمبري ما يتحرقش. ممكن كنت عايزه اخد حته زبده من البتاع بس اتشالت بقى خلاص. طيب هاخد، استنوا في ميه عايزه تتصفى. لا استنى مش انا ممكن اخرج كلي مشكشكه زيت. هنعمل ايه؟ ادي إيه الحله ناخد كده دي ونرجع بيها بقى مكانها. تعالي تعالي هدوخكم معايا معلش. يلا اروح ولا ما اروحش؟ اهو انا مش عايزه الجمبري يستوي زياده، يعني عايزه اكل الجمبريه كده في قلب الملوخيه تبقى طريه وما تبقاش ناشفه وتبقى يعني حلوه زي اللي بناكلها من بره. فعملت ايه؟ جبت حله فيها ممكن تحطوا حته سمنه لو حابين. بشوح الجمبري تشويحه بسيطه جدا مع ايه؟ رشه من الكزبره وشويه ملح وسن الثوم لا تذكر. بصوا اهي شفتوا قد ايه التوم؟ نص معلقه صغيره. واشوح الكلام الحلو ده لسه، بس دي ملونتش. تقليبه كده ممكن نرد رشه فلفل اسود برده. انا بقى ممكن اضيف حبه هنا، اضيف ورق لورا، اضيف اي اللي انا عايزاه، بس الفكره ان انا هعمله بالجمبري بالملوخيه. فيعني خلاص انا بالنسبه لي المرقه اللي انا عاملاها بتاعه قشر الجمبري واخده كل المطيبات والمنكهات، فما عنديش اي حاجه تانية محتاجه ان انا اضيف. بعد ما شلت او بعد ما هشيل دلوقتي الجمبري هقول لكم نعمل ايه. خلاص انا بالنسبه لي كده تمام جدا، مش عايزه ازود عليه تشويه. هروح واخده كده وانزل بيه في طبق جانبي. تمام تمام في نفس الحله اللي تشوح فيها الجمبري. ابو ريحه حلوه ده. هنعمل ايه؟ هاخد المرقه بتاعه قشر الجمبري انزل بيها هنا. المرقه سخنه مش بتغلي، يعني انا مش هستنى انها تغلي عشان اضيف الملوخيه. دايما لما تعملوا اي ملوخيه حتى تعملوا ملوخيه ورز وكوكو يعني الاكله المصريه الشهيره، ما تحطوش كياس الملوخيه والمرقه بتغلي تبقى سخنه عشان ما تسودش معايا. هنروح عاملين ايه بقى؟ مش عايزاها تغلي فاروح نازله بالملوخيه اهي. ولما تيجوا تطلعوا كيس الملوخيه من الفريزر انا لازم اطلعه يهدى. يعني مثلا انا دلوقتي عرفنا ان المرقه هتبقى سخنه مش بتغلي، ما اروحش انا بقى اجيب الكيس كده من الفريزر هيلا بيلا واروح قطعاه وحطاه في المرق. دي مجمده ودي سخنه جدا، فوارد ان هي تسود وتغمق وما تبقاش زي الفريش وزي الطازه. عايز اقول لكم انا من عشاق الملوخيه،
فبالنسبه لي باكلها طول السنه، ما بستناش الموسم بتاعها، وبجيب الملوخيه المجمده كده في نوعين ثلاثه بستخدمهم حلوين جدا منهم النوع ده، فبتبقى تحفه. فيعني ايه مش مرتبطه معايا بموسم، باكلها تحت اي ظرف. بعمل ايه؟ بقلبها كده بالويسك وندي سن الثوم اهي. ممكن كنا حطيناه على المرقه تغلي الاول بس مش مشكله. نجيب كبشة كده حلوة، بصوا بقى خضرها حلو ازاي عشان المرقة ما كانتش بتغلي. بس كده هجيب بولة، ماشي ممكن ناخد البولة دي واشيل اي ريم ظاهر عندي اللي هو الابيض ده، ناس مش بتشيله على فكرة بس انا مش بحبه بصراحة، يعني مش باخد من الملوخية كتير، ده هو يدوبك الطبق اللي فوق دي. نسيبها بقى قد ايه على النار؟ تقلب قلبه واحده، يعني تغلي غلوه من الاطراف. خلاص انا بقفل عليها واكون مجهزه الطشه، الاتنين يبقوا سخنين عشان ما تسيبهاش مده طويله. الملوخيه ولا بتغلي كتير ولا بتتغطى، ومش من الطبيخ برضو اللي احب بيته، مش عشان حاجه بس نفسيا يعني حس الملوخيه دي عايز تاكل من البوتاجاز على السفره على طول، ما تقعدش. يعني ما بحبش ابدا لو بقى شويه ملوخيه بشربهم كده بالكبشه وخلاص، ما دخلهاش بصراحه التلاجه. والنار عندي تمام، لسه في عندي حته ما فكتش. ايوه اتفضلي. الكفته بتفك، يا نسبه دهون كتير يا نسبه دهون، ماشي يا استاذه مربر، يا نسبه دهون كتير يا نسبه دهون قليله، دي تخليها تفك. البصله حطيتها من غير ما اصفي الميه تخليها تفك، اللحمه مفرومه خشن فبتفك من بعض دي خليها تفك، عملت عجينه الكفته وشكلتها وسويتها على طول من غير ما اخليها تشمع في التلاجة او في الفريزر دي خليها تفك. فانا عندي ثلاث اسباب للكفته، على الرغم ان الكفته المشويه دي اسهل نوع كفته ممكن تعملوه، بس الفكره ان احنا لو خدنا بالنا من الحاجات اللي انا قلتها دي هتطلع معاكم احلى كفته مشويه. تعالوا نقول طريقه الكفته المشويه بالمره بقى. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، عندي حته ليا ضاني كده حلوه مفرومه برده، بصلايه كبيره مبشوره ومتصفيه من الميه بتاعتها وبخلي الميه في بوله، وتفل البصل ده باخده في الكبه مع اللحمه مع الليه مع ملح وفلفل وجوزه الطيب وشويه بهارات لحمه، بنعم كل ده كويس جدا جدا في الكبه، ببتدي ان انا ادخلها التلاجه شويه، اطلعها اشكلها، بجيب بقى ميه البصل اللي احنا شلناها على جنب، وببتدي ان انا دي الكفته اهي. ايوه في كمان دي فيها عيش بلدي هقول لكم عليه. باخد ميه البصل اللي انا شلتها بحط عليها زيت وملح وفلفل شويه صلصه طماطم بسيطه، وابتدي ان انا اشكل الكفته ببل ايدي كده بالخلطه دي واشكلها. طيب ده الاساس، ممكن اضيف ايه؟ ممكن اضيف برغل، ممكن اضيف فول صويا، ممكن اضيف عيش شامي او فينو او بلدي منقوعين في ميه ومتصفيين، ممكن احط بقسماط، ممكن احط بطاطس بيوريه، اضافات كتيره جدا جدا ممكن احطها على الكفته، لكن اللي انا قلته لكم من غير العيش ده الاساس بتاعي. نشيل بقى نحط دي بتاعتنا احنا. اتاكد بس ان مفيش اي حاجه ماسكه عندي، حاسه انا عايزه شويه ميه، انا خدت المرقه كلها، ممكن ازود شويه ميه، بق كده صغنن. بس في ناس على فكره بتحب القوام بتاع الملوخيه بقى تقيل، انا بحبه وسط بصراحه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. كده بالكبشة، عايزين برضو نطمن على الرز. بس كده انا الكفتة دي بحبها قوي، يعني بالنسبة لي اكلوني كل يوم كفتة انا تمام، هنشيهم كفتة وبانيه اكتر حاجتين بحبهم. والله ناس كتير كده، ما نعمل يعني نركز في وصفات الكفتة. طيب انا خلاص عندي دي قدامها دقيقتين، بعمل ايه بقى؟ هروح واخدة الجمبري. عايز اقولكم انا كنت هغرفها على كده، عمال اقول وفي حاجه ناقصه اهو، وهخلي كام واحده كده احطهم على الوش. بس كده شايفين هتبتدي اهي تقلب من الاطراف. اعذروني بقى، ماشي عايزين كمان نبص على الرز. لسه مفيش طشه بس حلوه، بس عايزه ملح.
بس كده. طيب تعالوا نبص على الرز بصه، راحت فين شوكتي؟ بصوا كده جماله ده، عايز بصوا كبشه، هيتاكل بالكبشه مش بالشوكه ولا بمعلقه. يلا يلا انا جاهزه، قولوا يلا وانا معاكم. الرز عندي كده زي الفل، والملوخيه كمان بتبقبق اهي، هرفعها. هناخد فاصل صح؟ طيب يعني نرجع نعمل الطش ونبقى نختم كده عشان نشم الروائح الحلوه. هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا هرفع الملوخيه من على النار عشان بتغلي، مش عايزاها تسقط مني ولا تبوظ يبقى شكلها وحش قوي، وهعمل الطشه اول ما نرجع بعد الفاصل على طول. فاصل استنونا، هنرجع لكم على طول. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غلطتش عليكم. بعمل ايه دلوقتي؟ قفلت على الملوخيه خلاص، هنعمل الطشه. عندي زيت وسمنه على النار، كميه ثوم حلوه عشان تبقى يعني عامله طعم كده جميل. انا ناس بحب الثوم كتير، يعني بحب الملوخيه. انا حطيت، لو خدتوا بالكم، حطيت ثوم في المرقه اول ما نزلت، وهعمل دلوقتي الطشه. طبعا في ناس بتحط كميه ثوم اقل عشان القولون ما يضايقش علينا، بس يعني دي ملوخيه انا مش هناكلها كل يوم برضه، مش هناكلها كل يوم بصراحه. بعمل ايه؟ ثوم مع رشه ملح بسيطه جدا، ناخد دي على جنب بدل ما هي خيلاني كده. لما الثوم احس ان هو لونه ابتدى يصفر بروح حاطه الكزبره، ما بنزلش بيها من الاول. لو نزلت بيها من الاول تمرر، لان هي تبقى محمصه. اجي انا محمصها زياده فتحسوا ان هي بتغمق كده وتبقى مررة. بس كده، الله على الريحة. ريحة الطشة بتاعت الملوخية دي من الحاجات اللي هي بتبقى قلبة العمارة، يعني لما انا داخلة البيت كده وعارفة ان احنا مش عاملين ملوخية، شم ريحة ملوخية بيبقى عارفين ان في حد في العمارة عامل ملوخية. فمن الاكلات بالنسبة لي اللي ممكن اكلها كل يوم، ما عنديش مشكلة. مش لازم بالجمبري على فكرة، شوية رز وخلاص تبقى برضو زي الفل. خلاص انا كده تمام، هرفعها من على النار، هنصب الملوخيه بسرعه 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 عشان الطشه ما تغمقش ونبقى ايه، انجزنا. يلا بينا، بسم الله. تعالوا لي بقى ننزل بالملوخيه. بسم الله، نقرب بقى عشان الجمبري. حط الطشه بسرعه، بك بك بك. شايفين البقلة تحفة. ما لحقتش. عارفين بيقولوا ايه لما بيجوا يحطوا الملوخية؟ بيقولوا ايه مع الشهقة دي؟ دي بيقولوا حاجة تانية. محدش عارف الكنترول خالص، مش حد عارف هنا خالص. بيقولوا خضرة خضرة يا زمردة. والله والله بيقولوا خضرة خضرة، مش عارف ايه العلاقة، بس يعني هي بيقولوها. طلع ما عندكوش معلومات كافية عن الملوخية. شفتوا بقى؟ دي احطها جوه خلاص. لا استني ما توعيش اهي، قاعدين في مطعم مدلعاك اهو، والله مفيش دلع بعد كده. بس كده، شوف شكلها يفتح النفس. ناخدها هناك، يلا بينا. اوعى تقع بقى، خليكي لطيفة لحد ما نختم. ادي الملوخية، الريحة عايزاكوا والله. شوفوا خضرة ازاي وحلوة، على الرغم ان هي فروزن يعني او مجمدة اللي هي الشركات، بس والله طالعة الحمد لله زي الفل. نقدم الرز بقى اهو، دي تقليبة بس الحلة سخنة اهو. بصوا بقى جمال الرز المفلفل وطعمه، طبعا بقى انا دقت في الفاصل شطشط قرن الفلفل الحامي اللي استخدمناه، كان حامي قوي يعني بذمه، فالرز طالع مشطشط، بس انا بالنسبه لي تمام جدا. انتوا عارفين انا بحب الشطه، فيعني لو مش عايزين بقى خلاص هنكتفي بالفلفل الرومي. حله رز كده حلوه، وقلت لكم ازاي لو عايزين تعملوه بالرز المصري نقدر نعمله عادي جدا، بس نشوحه كويس الاول.
بس كده دي اهو. هنقول بقى سريعا عملنا ايه. وطلعت كمان الطاجن بتاع طاجن السي فود بالكريمه وطلعته من الفرن، خد كده خد تشويحه مش تشويح، خد لون كده بسيط تحت الشوايه وطعمه جميل جميل جميل. بس كده اهو. عملنا ايه النهارده مع بعض سريعا كده قبل ما نختم؟ عملنا اكل سي فود عشان ما تروحوش تاكلوها بره، كله بره ما عنديش اعتراض، بس ما يبقاش ايه، مش ده الطبيعي يعني، مش دايما عايزه اكل سي فود فاروح اكله بره عشان مش عارفه اعمله في البيت. نعمله في البيت بطريقه سهله جدا زي ما شفتوا. عملنا طاجن سي فود بالكريمه، الله شكل السفره يفتح النفس. عملنا كمان رز اللي هو الرز الاحمر بتاع السمك، تعملوه جنب اي اكله سمك سمك هيبقى خطير. عملنا كمان الملوخيه بالجمبري والطشه المصري الحلوه الاصيله اللي على وشها، شويه جرجير، سلطات وعيش بلدي وبس، ما عندناش اي حاجه تانية ناقصه السفر. كان ناقص بس شويه ليمون نعناع كده عشان ينزل يرطب علينا بعد الاكل ده. حلقه سهله جدا وبسيطه، ما خدتش وقت مننا ولا مجهود. جربوا كل الوصفات واستنونا بكره ان شاء الله في حلقه جديده على خير. باي. We'll be right back.